في سنة 2008 حصل حاجة غيرت تاريخ البشرية زي ما احنا نعرفها. أكتر من نص سكان العالم بقوا ساكنين المدن. الهجرة للمدينة زي ما احنا أخدناها في المدارس زائد ازدياد التعداد السكاني أدى إلى أن أغلبية البشر بقت ساكنة في المدن. المشكلة أن اللي حصل في 2008 عشان نص أغلبية البشر عايشين خلاص في المدن مش هيفضل في 2008. الازدياد الرهيب في معدل المواليد بالنسبة لقدر الله الوفيات بيؤدي إلى معظم الناس في البشرية عمالين يزيدوا كتعداد سكان. والمشكلة أن 7 بليون الحالية اللي احنا عايشين فيها الأمم المتحدة بتتوقع أنها تبقى 10 بليون نسمة سنة 2050. تخيل 10 بليون نسمة على الكرة الأرضية، دي حاجة رهيبة. والناس دي كلها بقى هتعيش فين؟ هتعيش في المدن. وزي ما احنا عارفين ان الصين عندها طفرة في كل المجالات، كمان عندهم طفرة في بناء المدن في وقت قياسي جدا. وبما اننا بنحاول نبقى دولة متقدمة وبما اننا بنعاني من الانفجار السكاني ابتدينا نبني مدن جديدة احنا كمان حوالين العاصمة عشان نخفف الازدحام، اسمها satellite cities. فبنينا المدن دي، وكان بقى السؤال هنا يا ترى القرار ده كان قرار صح؟ هاخدكم خطوتين لورا. هو كان ايه شكل المدينة اصلا؟ كل ما قبل القرن ال19 المدينة كانت بتبقى في حوالين دايرة معينة اللي هي المية فين وهقدر أوصل لها ولا لا وأنا بمشي. بعد كده بداية القرن ال20 بعد اختراع القطر بقى السؤال مش بس هقدر أمشي أو أركب حصان أروح لحد فين، لا بقى كمان القطر يقدر ياخدني لحد فين. ومع الحرب العالمية الثانية والثورة الصناعية بقى عندنا العربيات أو السيارات الخاصة، وبقينا نبني الهاي وايز أو الطرق السريعة اللي بتخلي شكل المدينة يختلف تماماً عشان نحاول نقرب من بعض باستخدام الهاي وايز. فده شكل القاهرة في أواخر الأربعينيات، هي مصممة للإنسان، في وسائل مواصلات عامة، في أنشطة مختلفة في الدور الأرضي عشان يبقى في حاجات نقدر نستخدمها في المباني اللي حوالينا، وارتفاعات المباني ذات مقياس إنساني، ودي حاجة كانت مفهومة جدا. بس للأسف الشديد ده اللي احنا وصلنا له دلوقتي. احنا من كتر ما احنا عايزين نقرب من بعض باستخدام العربيات بقينا قاعدين على حجر بعض في الشارع. ودي يعني حاجة غير إنسانية ومقارنة غير عادلة، لأن مهما كان يعني الإنسان تخين حتى وزنه 150 كيلو وعمره ما هيتقارن بعربية وزنها أطنان من الحديد. وإيه بقى؟ قلنا هنبني المحور وكوبري أكتوبر والدائري ووصلت مش عارف إيه، وده بقى هيخلينا نبقى أسرع وعايشين حياتنا سعيدة جداً. فطبعاً بقينا مقضيين نص عمرنا في العربية، بنحرق في أعصابنا، في فلوسنا، في بنزيننا، بنلوث البيئة، وكمان بنضيع وقتنا. حاجة غير إنسانية خالص. ويعني يا ويلو اللي عايز يعدي الشارع عشان يروح مشوار لمحل قدامه عشان يروح يشتري حاجة من السوبر ماركت، هيقابل زحمة ودوشة وقرف. وعلى فكرة بمناسبة الدوشة في حل بسيط جدا للموضوع ده، نخلي إجباري أي حد بيسوق يركب سماعة من الدكسون لودنه، كل ما يدوس في الزمارة بيب تقوم زمارة في ودنه كده 10 دقايق على طول. هل دي حياة مستدامة؟ هل دي حياة إحنا عايزين نعيشها ونورثها لأولادنا وأحفادنا؟ زحمة ودوشة وكل الأضرار اللي ممكن تتخيلها من الفجر للفجر؟ طيب أنا مهندس معماري، أنا ونادية مراتي سافرنا بوسطن في 2011، كنت عامل PhD في MIT. والحقيقة إحنا اتفاجئنا أول ما رحنا إن الناس كلها بتمشي وبتركب عجل وبتاخد المواصلات العامة ومفيش أي احتياج للعربية. وبما ان انا في الاصل مهندس فطبعا ما كانش ينفع ان انا استمتع بموضوع ان انا اركب عجله من غير ما افهم ايه السيستم اللي خلى الموضوع ده في بوسطن سيستم ناجح وازاي احنا مش قادرين نحققه في مصر. فانا اصلا تخصصي النظم البيئيه وكفاءه الطاقه في المباني، والماجستير بتاعي في جامعه القاهره كان عن الاضاءه الطبيعيه. فانا جاي احكي لكم النهارده ايه اللي خلاني اخلي الدكتوراه بتاعتي على موضوع وسائل التنقل البديله او وسائل التنقل الانسانيه. أنا بشتغل في Sustainable Design Lab في MIT، وعملنا برنامج سيميوليشن أو محاكاة اسمه أومي. البرنامج ده بيشتغل على نطاق المدينة، بيعمل سيميوليشن لحاجات كتيرة منها الطاقة التشغيلية أو الإضاءة الطبيعية. بس أنا النهاردة جاي أكلمكم على القدرة على التنقل في أومي أو الموبيليتي. اللي فيكم في المجال بتاعي عارف الشارت ده زي ظهر ايده، ده تقسيمة استخدامات الطاقة في المباني. لو فكرنا في تقسيمة استخدامات الطاقة في المدينة، لو فكرنا في استخدامات الطاقة في المدينة تقريبا 40% منها بتبقى
مخصصة في المباني. بما ان انا شغوف بموضوع وسائل التنقل البديلة وده اللي هكلمكم عنه بقية التوك، انا حبيت ادخل موضوع السيميليشن ده نسبة اكبر شوية، ان احنا نشوف مش بس ايه اللي بيحصل جوه المبنى، لا ايه اللي بيحصل ما بين المبنى والمبنى، فبالتالي نقدر نوصل لتقريبا 60 الى 70% من الطاقة داخل المدينة. طيب ايه وسيلة المواصلات اللي هتخليك توفر في البنزين، ما بتعملش تلوث خلال انبعاثات الكربون، بتخليك في صحة احسن، بتوفر في فلوسك وما بتعملش ازعاج، هي الوسيلة اللي بتعتمد عليك انت كبني آدم، هي وسائل التنقل البشري اللي هي زي المشي وركوب العجل. سوري. طيب من خلال تحليل الموضوع الwalkability او البايكability اللي هي القابلية للمشي او القابلية لركوب الدراجات في المدينة، لقيت ان الموضوع بيتلخص في ثلاث محاور: ايه الأنشطة في المكان اللي انت بتحاول تبص عليه، هل المشوار اللي انت هتعمله هتبقى مرتاح فيه ولا لا، وهل التصميم بتاع الشارع مناسب ليك من الناحية التصميمية وكمان من خلال الثقافة المجتمعية. فأول حاجة موضوع الأنشطة، في أي حد هنا سمع عن walkscore.com؟ هايل، فيش صفر. ودي حاجة كويسة مش وحشة، يعني هو موقع جديد نسبياً، فطبيعي أن أنتم ما تسمعوش عنه ما فيهاش حاجة. هو من اسمه باين، بتحط عنوانك، وعلى فكرة بيستخدم جوجل مابس، فأنت ممكن تجرب الموضوع ده بس بعد ما خلص كلام. حط العنوان بتاعك وهتلاقي في نتيجة بتاخدها من 0% هي مبنية على إيه الأنشطة اللي موجودة حواليك في المنطقة اللي أنت عايز تقيمها دي، وبيبص على الموضوع ده يقول لك السيتي المكان اللي أنت فيه ده واقبل ولا لأ. فالواقبيليتي هنا مربوطة بإيه؟ كثافة الأنشطة اللي حواليك، عدد التقاطعات اللي موجودة فتسهل لك المشي، وطول مدة المشي. فأنا حابب أقول لكم مفاجأة، إحنا الواك سكور بتاع القاهرة عالي جداً، إحنا 83 في وسط البلد، فده رقم كويس جداً ورقم منطقي، لأنك لو فكرت فيها أنت لو عايز في وسط البلد مثلاً تنزل تروح تشتري قهوة هتلاقي قهوة، عايز تروح السوبر ماركت هتلاقي، هو بس في مشكلة صغيرة قوي 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 إن مفيش رصيف، فأنت مش هتعرف تروح يعني. وكمان لو بصينا على المدن التانية زي مثلاً الإسكندرية، هتلاقي إن برضو معظم الحاجات الأنشطة اللي أنت هتحتاجها هتبقى موجودة حواليك، ودي نتيجة مبدئية ومنطقية لأن أنت طالب حبة أنشطة تبقى حواليك فهتلاقيها، يعني 77 very walkable، نتيجة منطقية. عارفين بقى مش هنلاقي walk score عالي فين؟ أيوة، إحنا مش هنلاقي walk score عالي في المدن الجديدة. ده مثلاً 6 أكتوبر walk score 42. ليه مش هنلاقي الوك سكور عالي؟ لأنها ما تخططتش للبني أدمين، هي تخططت للعربيات، فكل ما تخطط المدينة للعربيات هتلاقي عربيات أكتر، لكن لما تخططها البني أدمين هتلاقي إيه؟ كل الأنشطة اللي أنت بتحاول توصل لها بتوصل لها باستخدام العربية، فعندك مشكلة في المناطق الجديدة دي. فكر فيها كده، لو أنت ساكن هنا في التجمع الخامس تصحى الصبح تلبس قميصك كرافتتك ومعاها عربيتك، عشان خاطر لو أنت ما لبستش عربيتك مش هتعرف تروح أي حتة، فعشان كده أنت مرتبط بعربيتك جدا. أنا بقى أخذت الموديل بتاع التجمع الخامس ده كمثال وحطيته في البرنامج بتاعنا أومي، وقلت هعمل له سيميليشن وأشوف شكله عامل إزاي. فده مثال للتجمع، مجاورة في التجمع الخامس، وبنبص على الوك سكور بتاعها هتلاقي إن هو تقريبا كل الألوان البرتقاني دي معناها إن إحنا عندنا الدرجات منخفضة شوية، ف 24 25 26 رقم منخفض. طب هنعمل إيه عشان خاطر نخلي الوك سكور أحسن؟ نزود الكثافة، يعني المباني اللي قريبة من بعض مستعملاتها قريبة من بعض ممكن نضمها لبعض ونخلي فيها أنشطة مختلفة. فمثلا يبقى عندك كافيه قريب منك، ريستورانت قريب منك، نادي قريب منك، فأنت لما بتزود الكثافة بتزود الأنشطة اللي حواليك. أنت بتزود، لما بتزود الكثافة بتخلي الموضوع أسهل لك، لأن يوم ما العربية تبوظ والكهرباء تقطع، وغالبا تقطع كمان نص ساعة يعني، هتبقى عايش في موقف محرج جدا لو ما عندكش أي حاجة تمشي لها أو أي حاجة بتساعدك على إن أنت يبقى عندك حياة مستدامة من ناحية المشي، انك توصل لحاجه معينه. ويا سلام بقى لو انت ساكن جنب شغلك، فبدل ما بتروح شغلك بالعربيه تروح ماشي او راكب عجله، فانت بتوفر في بنزينك وبتوفر في صيانه العربيه، يعني الموضوع مفهوم طبعا. النقطه الثانيه هي موضوع الراحه، والراحه هنا الموضوع سهل جدا، انت لو مش حاسس بالراحه حراريه او ان انت مش مرتاح، الدنيا حر جدا او الدنيا برد جدا، فانت مش هتبقى سعيد وانت بتتمشى المشوار بتاعك ده. فده مثلا مثالين هنا، المثال على الشمال دي الجامعة الأمريكية، كان في إيفنت معين فالشمس ساطعة فحطوا مظلات والناس كلها قاعدة تحت الشماسي عشان خاطر مش عايزة الشمس،
والمثال الثاني اللي على اليمين ده في الجناح الثقافي في معهد الفن في شيكاغو، والعكس تماما حاصل، الشمس طالعه فالناس كلها قاعده في الشارع ومش عايزه تقعد في الظل. فهنا الراحه الحراريه دي بس مش بتعتمد على الفيزيكس بتاعه المنطقه شكلها عامل ازاي او الشمس بتطلع امتى والكلام ده، لا بتعتمد كمان على ثقافتنا. فعشان كده المؤسسات البحثيه لازم تشتغل مع الحكومات عشان خاطر نفهم الثقافه. يعني في السستينبل ديزاين لاب عندنا، احنا عندنا مشاريع في الكويت وفي الرياض وفي بوسطن، لكن يوم ما نشتغل مع حد اكيد لازم نكون فاهمين ان المركب الثقافي هيكون مختلف. طيب نشتغل ازاي في موضوع السيميليشن في الموضوع ده؟ ده مثال من بوسطن، دي كوبلي سكوير موجوده في بوسطن. عايز نبص على الفيزيكس بتاعه الموضوع شكلها عامل ازاي، نبص على ثلاث حاجات. اول حاجه حركه الهواء شكلها عامل ازاي، تاني حاجه درجه حراره الاسطح اللي هي السيرفيس تمبريتشر، وتالت حاجه بنطلع خرائط للراحه. فبالتالي بنبقى عارفين ان الاماكن اللي فيها راحه اللي هي مثلا زي الصفرة دي اللي هي تبقى في مناسبه للمشي اكتر عشان هي فيها ظل اكتر. فلو اخذنا المثال ده في القاهره نلاقي ان الاماكن اللي فيها نسيج متضام او مباني قريبه من بعضها تلاقي فيها اظلال اكتر، فتبقى الناس مرتاحه اكتر. ثالث حاجه هي الديزاين، ودول صورتين من بتوع اوجد الاختلافات، فهنحاول نلاقي 10 اختلافات دلوقتي. اول حاجه ما نخليش الشارع للعربيه، يعني ما نخليش اماكن الركن دي المحجوزه عشان خاطر السايس يجي ياخد، انا ما اعرفش هم بقوا كام دلوقتي، بس السايس يجي ياخد فلوس. يعني بدل ما نخلي المكان للركن، لا احنا نحط حاره مخصوص عشان الناس لو عايزه تركب عجل في الشارع تحس انها في امان، او نحط كمان حاره لوسائل المواصلات العامه، فبالتالي لو في زحمه وسائل المواصلات العامه تبقى ماشيه اسرع بكتير جدا وما تعطلش، ولما نيجي نعدي الشارع يبقى في اشاره مناسبه ويبقى في ملمس مختلف للارض، واللي ماشي زي اللي قاعد على كرسي متحرك يقدر يتحرك بنفسه ويطلع على الرصيف، ويبقى في وحدات اضاءه عشان بالليل ما يبقاش في خوف، وطبعا الرصيف يبقى اوسع شويه من كده، ويبقى في تشجير. فدي فكره التصميم الملائم للمشي او ركوب الدراجات. بس عشان مش عايز اصمم شوارعنا، احنا شوارعنا فيها شجر وفيها رصيف وفيها كراسي، هي بس للاسف اتعملت زينه وما اتعملتش لينا احنا. فبالتالي شارع في جامعه الدول مثلا مش هتلاقي اي بني ادم على الرصيف، انا ما لقيتش اي بني ادم واقف على الرصيف هنا يعني. ومن هنا بقى نوصل للمشاكل اللي احنا بنواجهها كمجتمع عشان نحاول نمشي او نركب دراجات. احنا ليه مش عارفين نحقق السيستم ده عندنا؟ اذا كان التكنولوجي بتقول ان احنا عندنا قابليه للتحول رهيبه من حيث الكثافه بتاعه الانشطه او من الراحه الحراريه او حتى من التصميم، ان احنا عندنا بوتنشال كويس، ليه ما بنعرفش نعمل كده؟ احنا اصلا كنا متخططين عشان نبقى يوروب، حتت من يوروب يعني، واحنا اللي نقينا بايدينا ان احنا نجيب اسوأ ما في المجتمعات الامريكيه ونجيبها لحد عندنا. فانا مش هحاول اقول لكم بص على امستردام ولا نبص على كوبنهاجن في الدنمارك ولا نبص حتى على بورتلاند اوريغون، فانا مش هقول لكم بص على الحاجات دي، انا هقول لكم تعالوا نبص على ايه الحاجات اللي بيحاول يعملها المجتمع الامريكي عشان يرجع الشارع للانسان. فاول حاجه هي كومبليت ستريتس، فكرة الشوارع المتكاملة، إن الشارع ما يبقاش مصمم للي سايق عربية بس، الشارع للي راكب عجلة، الشارع للي راكب مواصلات عامة، الشارع للي على كرسي متحرك أو حتى مش شايف. وهنا ده صورة من بوسطن، عندهم الفكرة يعني إنها تبقى مالتي مودل، جرين أند سمارت. وكمان فكرة تنمية المجتمعات بطريقة ذكية، فكرة سمارت جروث، بدل ما نبتدي نبني في مدن جديدة، لا احنا بننمي المجتمعات بتاعتنا عشان خاطر يبقى فيه تركيز على الاستدامة، التركيز على الإنسان كإنسان عايز ينتقل من مكان لآخر، بدل ما يكون فيه اعتماد على العربية. يا جماعة احنا أصلا بلدنا كانت مصممة للمشي، التكنولوجيا والتاريخ بيقولوا كده، إنما احنا اللي نقينا بإيدينا إن العربية هي اللي ليها الأولوية، العربية اللي بتهدر كل مواردنا. العدالة الاجتماعية أصلها الشارع، الشارع اللي يكون فيه الراجل زي الست، اللي يكون فيه اللي ماشي زي اللي راكب، المعاق حركته زي أي إنسان، بل بالعكس بيبقى له الأولوية. إحنا بس اللي خلينا نركز، ابتدينا نركز على العربيات، وللأسف الشديد ما بقاش عندنا رحمة زي ناس بتسوق، ما بقاش عندها فكرة إنها إزاي تفكر الواحد لو هو ماشي أو راكب عجلة يبقى له أولوية عليه. فدي هتبقى من أهم التحديات اللي نواجهها كمجتمع. ومع كل ده انا عايز اقول لكم ان حتى التكنولوجيا لو قالت ان الووك سكور عالي جدا او قالت ان الراحه الحراريه جميله او ان التصميم هيبقى كويس جدا، انا شخصيا مش هبقى يعني في سبب ما انا حتى ما شرحتوش لحد دلوقتي، وده اللي خلاني انتبه جدا ليه انا ونادية لو نزلنا نركب عجل في شوارع القاهره مش هنستريح.
عشان المرأة لو مش جزء أساسي من أي حاجة مش هتاخد شكل حقيقي في مجتمعنا. الشارع اللي مش هتعرف فيه تمشي فيه واحدة ست مش هيعرف يمشي فيه أي حد. فتش عن المرأة وارضيها، لأنها لو مش عارفة تمشي في شوارعها أمنة من عيون وألفاظ وإيدين اللي بتقطع إيديهم، يبقى كلنا نقف عربيات. ونحاول نوازن حياتنا حول إنسانيتنا مش حول عربيتنا.